يكونوا شركاء من ضمن مشاريع كتير جدا هتكون من ضمن مؤسسات كتير خيرية بتساعد مصر وبتساعد على نهوض باقتصاد مصر. هنفهم أكتر الحكاية لأن موضوع بين شراكة من بين مؤسستين، فهنفهم أكتر الحكاية من ضيوفنا الموجودين معنا النهاردة. معنا أمينة الإعلام ومؤسس رابطة مصر عادة الكاتبة الصحفية جيهان الشعراوي، مساء الخير عليكي. مساء الخير. معنا المهندس محمد سامي عضو لجنة المحاضرات ببناة مصر، مساء الخير. مساء النور. ومعنا المهندس حسام الحديني مؤسس رابطة بناة مصر، مساء الخير عليكم. مساء النور. احنا في عرض اي حاجة تعيد بناء مصر تاني من جديد، فنبدأ مع سيجي هان، تكلمنا اكتر عن المبادرة وعايزين نعرف تفاصيلها اكتر واكتر. هو المبادرة قائمة على ان احنا يعني احنا دلوقتي لا يخفى على احد من العالم كله بيمر بأزمات اقتصادية، خاصة دولة زي مصر بما فيها يعني بعد احداث الثورة وتوقف مصانع كتيرة جدا عن الانتاج، وبالطبع كمان يعني رفع بعض رفع الدول العربية لأيديها عن مساعدة مصر، وقيس عليها برضو صندوق النقد الدولي والمشاكل اللي بتواجهها مصر في التمويل والعجز في الميزانية. فإحنا فكرنا يعني بعد الشيخ محمد حسان وبعد بعض المبادرات المصرية اللي قامت علشان نتبرع لبناء اقتصاد مصر أو على الأقل خالص للتخلي عن المعونة الأمريكية، احنا فكرنا ان يعني لاحظت حاجة مهمة جدا ان في كتير جدا من المصريين عندهم حالة من عدم الثقة في ان هم يتبرعوا، خاصة ان كل حد عايز يعمل حاجة عظيمة بيفتح باب التبرع. يعني مشروع مدينة احمد زويل يعني بدل ما هو بيجيب لنا تبرعات من بره هو طالب من المصريين ان هم يتبرعوا، فالكل طالب ان هو يتبرع في حين ان الشعب المصري اساسا مضغوط عليه بما فيه الكفاية. فاحنا قلنا طيب يعني الشباب بيعانوا من بطالة وبيعانوا من عدم قدرة على ان هم يبنوا مستقبلهم وبيعانوا من عدم معرفة أو دراية إن هم إزاي يعملوا مشاريعهم الخاصة. فإذا كان الأمر بالشكل ده والناس فعلا حابة تساعد واللي عنده حاجة مش هيعزها على البلد، يعني فكرنا في إن ليه ما يكونش الموضوع يعني إن هم الفلوس اللي معاهم بيحطوها في مشاريع زي صندوق. زي صندوق محمد كده. عايزين برضو نسأل حضرتك يعني عايزين نعرف ايه اللي بيتعمل بالظبط في المبادرة علشان نقدر ان احنا نكون شركاء في المبادرة، مش بس ان احنا حد بيتبرع علينا او احنا بس بنتبرع كبناة مصر ولا كطلعت حرب. طلعت حرب نتكلم برضو الشراكة اللي ما بينكم وبين المؤسسة التانية اللي بتشارك برضو في رابطة بناة مصر. عندنا مبنيين، احنا ممكن نتقبل اي مبادرات بس على اساس سليم. فطبعا مبادره طلعت حرب حاجه محترمه جدا واتقدم فيها نموذج اولي وتم دراسته وتم قياسه وتمت معاييره طبعا، وكان اكتر يكون المهندس حسام الحديني. النقطه الثانيه ان طبعا احنا عايزين نستغنى عن اي معاملات خارجيه، احنا عايزين نبني مصر هي اللي تبني كيانها بنفسها وهي اللي تقوم على اساس ان شبابها هم اللي يدعموها، وبالتالي هيبدا بعد كده مرحله جديده ان احنا نعتمد على نفسنا، مش محتاجين اي حاجه خارجيه، لا معاملات ماديه ولا معاملات اي حاجه ثانيه. بس فكانت دي فكره الموضوع. المهندس حسام بقى يوضح لحضرتك اكتر ان هو بس المشروع ما هو ده كان سؤال الاستاذ باشمهندس حسام بما انه المؤسس للرابطه، عايز افهم بقى كل الموضوع، ناخد اختصار سريع كده. طيب كل الموضوع قدامي وقت قد ايه؟ لا احنا عايزين برضه يعني مقل ودل. طيب انا دايما في معظم المقابلات بيطلب مني ان اوضح ايه هي بناة مصر. اتفضل. ان بناة مصر هي عباره عن كيان احنا بنشتغل بقى لنا 5 سنين كجمعيه اهليه مبنية على الشباب المصري. كان هدفنا الأصلي من 5 سنين هو تطوير التعليم، ده الجزء الأساسي اللي بنشتغل عليه. بعد الثورة قررنا نحن نتشارك مع مبادرات كتير جدا على مستوى الجمهورية. احنا على فكرة بنشتغل في 16 محافظة حاليا. القصة بمنتهى البساطة لازم نشتغل بأسلوب علمي، لأن كلنا عايزين نطور مصر. مش احنا هدفنا كلنا نبقى مصر قوية؟ ازاي ده دي علامه الاستفهام اللي كتير جدا ما ببحث فيها. احنا قررنا ازاي دي باسلوب علمي، قلنا نعمل رابطه، والرابطه تضم جميع المبادرات وتشتغل باهداف محدده ومعلنه واهداف قابله للقياس عشان تيجي بعد سنه تقول لي انت عملت ايه. احنا اعلنا الرابطه في فبراير 2011، دلوقتي احنا في مارس 2012، ممكن في اخر الحلقه تحاسبني تقول لي انت عملت ايه في سنه، هقول لك بالتفصيل عملنا ايه ووصلنا لكام في المية من اهدافنا المحطه. احنا هنسالك ده سؤال برضو من ضمن الاسئله اللي احنا هنسالها لك، عملتوا ايه في السنه؟ بس خلينا نتكلم عن اهم الاهداف اللي انتوا بتسعوا ليها. هم 4 اهداف اساسيه واضحين تماما. الهدف الاول هو نشر ثقافه التفكير العلمي على نطاق واسع جدا على مستوى الشباب، والتارجت الاساسي بتاعنا هو الشباب. الهدف الثاني ان احنا نكتب وثيقه مكتوبه فيها كل مشاكلنا. احنا مقسمين حياتنا ل 30 محور زي الصحه والاعلام والزراعه، ويمكن جيان اتكلمت عن موضوع الاقتصاد، ده محور من المحاور الاساسيه. باشمهندس حسام احنا ممكن نكتب الوثيقه ونكتب كل دوت في عصر حكومه، تيجي الحكومه اللي بعدها تلغي كل دوت وتحط الوثيقه بتاعتها وتحط القوانين. هقول لك بقى احنا الاليه اللي بنستخدمها عشان ده ما يحصلش. يا ريت تعرف. احنا بنكتب الوثيقه دي مش احنا اللي بنكتبها، مش 10 15 ولا 100 قاعدين في اوضه مقفوله وبنكتبها، لا احنا 100 ألف طالب جامعه
طلاب الجامعه تحديدا اللي هم كانوا مهملين تماما وخارج المعادله خلال السنه اللي فاتت هم اللي بيكتبوا الوثيقه. بتدخلوا كمان طلاب المدارس معاكم صح؟ معانا معانا انا لسه هتكلم عن المدارس. المدارس ده قصه بقى كبيره ثانيه. لما بنوصل ان احنا بنوصل لنتائج ملموسه على ارض الواقع بنحطها على الويب سايت وعلى الانترنت ونعمل عليها فوتينج. فالفوتينج ده بيشارك فيه 2-3 مليون. ده رائع جدا. كنا وصلنا ان في ده راي 2 مليون مش راي واحد. طيب بعد كده لو سيبنا الكلام ده زي ما حضرتك قلت لي جت حكومه هتلغيه بالزبط. احنا مش بنسيبه، احنا بنحوله للهدف الثالث. احنا قلنا اول هدف نشر ثقافه التفكير العلمي، الهدف الثاني ان احنا نبدا نكتب وثيقه مكتوبه. الهدف الثالث ده اخطر من الاثنين الاولانيين. ان احنا نحاول، احنا مش فقط هنقعد نستنى حد يحل لنا او حكومه تحل لنا، احنا بنحول هذه الحلول للمشاكل اللي احنا قلنا عليها. كمان الرئيس اللي هو جاي بينتخب ياخدها كلايحه ليه او يعني انا مش عايز اعمل دعايه لحد. انا امبارح كنت في مكتب مرشح للرئاسه طلب ان هو يقعد معايا شخصيا، قعدنا يعني 3 ساعات، خد كل اللي احنا عملناه. رائع. اتفضل. وعلى فكره انا ما اديتش الكلام ده لمرشح واحد، اديته لاكثر من مرشح. اتفضل. انا ما يهمنيش مين اللي هيعمله. استقبالهم كان ليه ازاي؟ لا كان استقباله رهيب، لان انا وفرنا له وقت كبير جدا ووصلنا من الشباب بسرعه. المفاجاه بتاعته ان هو فوجئ احنا عندنا هدف الثالث ده مهم جدا، ان احنا مجرد ما بنوصل لنتائج بنحولها لشركات. طيب عايزه برضو ارجع لاستاذ جيهان. تبقى ملك للشباب. استاذ جيهان ازاي هيتنفذ ده على ارض الواقع؟ يبقى الناس كلها عارفه ان في وثيقه احنا هنمشي عليها، سواء بقى الحكومه اللي موجوده دلوقتي او الحكومه اللي بعدها هيمشوا على الوثيقه دي وهنحاسبهم كمان على الوثيقه دي. هو عشان يتنفذ على ارض الواقع عفوا يعني في اكتر من محور احنا ماشيين فيه. المحور الاول ان احنا بنتواصل مع بعض المسؤولين والجهات المسؤوله لتبني الفكره. المحور الثاني هو الاعلام، لان الاعلام دوره مهم جدا في نشر هذه الفكره وتبنيها كمان، لان من غير الاعلام يعني اصبح دلوقتي شئنا ام ابينا الاعلام هو وسيله او مصدر التثقيف والتوعيه الاكبر بالنسبة للمجتمع المصري، لأنه أصبح يعني حتى لو ما بيثقش فيه فهو بيستقي منه معلومات. دي حقيقة طبعا. يعني فدلوقتي التركيز كمان على الإعلام. التركيز الثالث على إن الناس نفسها تلتف حوالين المبادرة، لأن ده هيبقى الحافز ليها أو الضمان ليها على لأنها تستمر في الخطط أو في المراحل بتاعتها اللي احنا إن شاء الله رسمينها ليها. يعني أهم حاجة في الموضوع إن الشعب كله لازم يشترك في كتابتها، يشترك في كتابة الوثيقة، لأن احنا هدفنا الرئيسي هو يعني كتابة وثيقة بناء مصر. وثيقة بناء مصر دي زي يعني مش هنخلي أي حكومة تيجي تعدلها، بالعكس ده من خلالها عليها. من خلالها يعني لو الشعب كله اجمع عليها ولو الشعب كله شارك في ان هو يقترح وشارك الافكار بتاعتها وشارك في ان هو يتم يعني يشارك في التصويت على المشاريع وعلى الوثيقه نفسها، وفي الاخر يتم اجراء استفتاء عام للموافقه على هذه الوثيقه، بحيث ان دي تصبح الكتاب اللي ماشي عليه مصر او الخطه اللي ماشي عليها مصر لمده 500 سنه. هيبقى في مراقبه على الكلام ده. هيبقى طبعا هيبقى في مراقبه، لان الشعب طالما هو اللي كتبها ووعيها 500 سنه 1000 سنه. يعني انتوا عاملينها ل 500 سنه. اصل دلوقتي الناس بتفكر في ايه؟ الناس بتفكر ينتخبوا رئيس دلوقتي حالا في الوقت القصير ونلحق نرجع الاموال المنهوبه من ال بص هقول لحضرتك على حاجه. واضح جدا ان بعد الفتره اللي فاتت في حاله من حالات الغضب. الانسان وهو غاضب ما بيعرفش يبني، واي رئيس هيجي من ضمن الغاضبين حاجه من الاثنين، يا اما هيصفي حسابات يا إما هيحاول إن هو يثبت نفسه ويثبت إن هو الصح والحاجات دي كلها. إحنا عشان نتلاشى ده كله، إحنا فكرة الوثيقة إنها بتقوم على إن إحنا بنقول مشاريع مصر، اهتمامات المصريين خلال الفترات اللي جاية 1-2-3-4-5 في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الزراعة، الصناعة، التعليم، كل المجالات الحالية والمحتمل كمان إنها تظهر على الساحة، بحيث إن بعد الشعب ما يقر الوثيقة دي لا يمكن لرئيس ولا لحكومة إنها تيجي تغيرها إلا باستفتاء عام أو موافقة مجلس الشعب. يعني مجلس الشعب هيكون مراقب للحكاية بالضبط. دي حاجة. الحاجة التانية، أي عضو مجلس شعب هيجي هيقدم برنامجه، أي رئيس حكومة هيجي يقدم برنامجه، أي رئيس هيجي يقدم برنامجه، لازم يكون مستقى من الخطة المرحلية الجديدة اللي هتستفيد بها مصر محددها، اللي محددها المشاريع اللي نفسها، مش اللي هو يوقف المشاريع وبعد كده اللي يجي يكمل على انجازات. احنا انجزنا او الحكومه اللي فاتت انجزت او ما انجزتش واتحاسبت على الجزء، لكن ما يلغيش انجازاته. بالظبط. هتيجي طيب. انت هتكمل لي دي ازاي؟ هو ده الموضوع. باشمهندس محمد، عايز اعرف بقى العائد على الناس هيكون عامل ازاي وايه؟ بص، اولا احنا قبل الثوره كانت مصر
مقسمه لحاجتين، طبقه من الناس بتستفيد من كل حاجه في مصر، اي مولد بيجي لمصر مش مولد مادي بس هم مستفيدين منه. الطبقه الثانيه الطبقه الكادحه، وخلاص ما بقاش في حاجه في النص. النهارده احنا مش عايزين كده، العائد هيبقى على الناس كلها. اولا انك هتاخد وضع كويس في التعليم بتاعك، اولا احنا لازم تتغير موضوع التعليم ده كله، لازم يتطور، لازم يتغير خالص تماما. الصحه، الدين، حاطين بندات لتغيير كل احنا بنشتغل في كذا محور، 30 محور لغايه دلوقتي. حلو، لما تشتغل في 30 محور منهم التعليم والصحه السياسه الدين الاخلاق، عايز ايه اكتر من كده؟ ده في يعني في مراحل تانية بنتم فيها، احنا مركزين اكتر دلوقتي على التعليم والصحه. طب التعليم ما احنا دخلنا مثلا في مرحله هتقضوا على اولاد عالم تالت دي، فده حاجه لا لا احنا مش عايزين، احنا مصر دي ان شاء الله تبقى رائده مش للوطن العربي، تبقى رائده للعالم كله. حلو جدا، بس مش هتيجي زي ما كانت زمان، لازم الناس في الشخص نفسه مش في مكان. يعني الثوره دي كانت شراره بس لانطلاقه، لكن انت مش عايز توصل لمصر ان هي تبقى كويسه في التعليم، لا انا عايزها تبقى رائده في التعليم، الناس من بره تستفيد مننا ازاي هنتعلم، يعني ازاي يعلموا اولادهم. نمرة اتنين، ازاي امشي في مجال الصحة، ازاي امشي في مجال السياسة، لان السياسة دي لها قصة تانية خالص. وتستفيدوا بقى بالمخترعين والمبتكرين والباحثين، فرصة للناس. يعني انا مش هخلي واحد عنده فرصة انه يبقى حاجة كويسة احبطه، لا انا عايز اطلع ناس زي ما حضرتك مذيع شاطر وحضرتك مذيع شاطرة، احنا عايزين كمان مقدم برامج كويس، معد، مخرج، ده في مجال الاعلام، في الهندسة، في الطب. مش عايز محمد، هي التجربه دي واخدينها عن بلد معينه ولا التجربه دي مصريه؟ مصريه، ابتكاركم انتوا. التجربه دي احنا بادينها من زمان، يعني رابطه بنات مصر دي اساسا مندرجه تحت جمعيه الهدف. الهدف للتنميه البشريه الثورة. لا من 2003 او قبل كده. المهندس حسام اساسا كان معيد عليا في الكليه، فتعرفت عليه، اتكلم معايا في مواضيع اللي هي الرابطه وجمعيه الهدف، شدني الموضوع. الموضوع بدا ينتشر كفكره. طب عايزين برضو نروح للمهندس حسام. اول حاجه مهمه، انا ما كملتش الاربع اهداف على فكره. اتفضل كمل. النقطه الثانيه المهمه، يعني جيهان عايزه توصل لحاجه وانا عايز اوصل لنفس الحاجه، بالرغم ان احنا في كيان واحد لكن احنا مختلفين تماما في الاسلوب. انا مش هخلي الحكومه هي اللي تلتزم، لان ده مستحيل. خلينا واقعيين على الارض. مين اللي هيلتزم؟ هقول لحضرتك عشان الناس لما بتتفرج علينا تبقى مصدقه احنا بنقول ايه. العالم كله ما بقاش في حاجه اسمها حكومات بتلتزم بالصحه والتعليم والكلام من ده. الهدف الثالث اللي انا ركزت عليه ويمكن اتخطى بسرعه. لا قبل ما تتخطى النقطه دي لازم، ما هو هقول لك، ما هو لك ازاي الهدف الثالث اللي انا بتكلم اتخطناه بسرعه، ده اخطر هدف، ان انا بحول مشاكلنا لشركات. يعني عندي مشكله في النقل، في المواصلات، فالشباب بيقول لي احنا عندنا مشاكل المواصلات 1 2 3 4، بنبدا نعمل فوتنج على هذه المشاكل ونشوف الاولويات. علميا ال 20% لو ترتبوا صح، ال 20% في الاول من المشاكل دي بتمثل احتياجات ل 80% من البشر. فإذا قدرنا نحل 20% في الأول يبقى احنا ريحنا 80%. فبيقول لي طب احنا هنحلها ازاي؟ مش فقط مش نقول للحكومة مشاكلنا اهي، ده هنقول كمان المشكلة اهي، ودول 3 حلول مقترحة مختلفين. بنمسك حل ونشوف الحل ده محتاج وقت قد ايه؟ محتاج فلوس قد ايه عشان يتنفذ؟ ومين اللي قادر على تنفيذه؟ طيب الحكومة غير قادرة على تنفيذ أي شيء عشان نبقى واقعيين، وأي حكومة هتيجي مش هتعرف تنفذ أي شيء، مين اللي قادر على تنفيذ؟ صاحب المشكلة الحقيقي. أنا راجل ساكن في الشارع، ما هو ده اللي عايزين نغير. الشعب يريد دلوقتي تغيير بناء العقول وليس التغيير. زي نبنيه بقى، فبداوا الولاد دي تعمل شركه، هنعمل شركه نقل جماعي، واحنا كل واحد فينا هيدفع 1000 جنيه، هنجمع 100,000 جنيه من 100 واحد، يبقى كده عندنا 100,000 جنيه، جبنا باص واثنين وثلاثه، حلينا المشكله بايدينا. هل تعتقد ان هتيجي حكومه بعد كده لما تليك حل مشكلتك هتيجي تقول لك لا انت حليتها ليه؟ حضرتك حتى بالجمله دي فكرتني بايه قرانيه جميله جدا شرحها، عشان انا مش فاكر ايه بالظبط، ان ربنا مش هيغير ما فينا الا ما كل واحد يغير اللي جواه. هو ده اللي احنا بنعمله بالظبط، عشان قلت رقم واحد تغيير نشر فكر ثقافه التفكير العلمي. احنا مش بنفكر باسلوب علمي، احنا كلنا بنقعد نبكي ونعيط ونشكي. مشت الحكومه، اي حكومه هتيجي هنقعد نشد فيها عشان تاكلنا وتشرب، ما ينفعش. الهدف الرابع على فكره، حضرتك كنت بتتكلم عن الرقابه، الهدف الرابع مش مجلس الشعب اللي هيراقبني، ده انا اللي هراقب مجلس الشعب. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق فكره اللجان الشعبيه اللي كانت موجوده في ايام الثوره. طب ما هنعمل لجان شعبيه في الصحه، لجان شعبيه في التعليم، لجان شعبيه في الصناعه، وتبقى لجان تطهير. احنا دلوقتي بنقول كل المؤسسات عايزه تطهير، مين اللي هيطهر؟ مستحيل وزير يطهر. طب هل الحكومات هتقبل بالحركة بتقوله؟ انا لسه هقول لكم بقى. طب يلا قول. مش مديني على فكره الفرصه. يلا اتفضل. احنا مش فقط بيتكلمنا، انتوا كنتوا سالتوا برضو سؤال مهم، طب ده هيبقى زي على ارض الواقع. احنا نفذنا بالفعل، احنا ما خرجناش للاعلام، احنا بقى لنا حوالي 2 أو 1.5 شهر مركزين احنا نخرج اعلاميا، لكن احنا بقى لنا سنه بنشتغل على الارض وما قررناش نطلع للاعلام. طب قولوا لنا السنه دي عملتوا ايه بقى؟ عملنا ايه؟ استلمنا 5 مدارس من الحكومه المصريه بنديرها بالكامل بالفكر بتاعنا.
المدارس دي حولنا الطالب بدل ما الولد كان يروح كل يوم المدرسه. مش عندنا مشكله دروس خصوصيه؟ صحيح ولا مش صحيح؟ وكل البيوت المصريه بتعاني منها دي حقيقه. طيب دلوقتي الولد بيروح المدرسه، بيروح يومين فقط المدرسه واربع ايام في مكان عمل حقيقي. يعني مثلا هو انا عايز اطلع ولد مساعد مخرج، ما استناش لحد ما يخلص جامعه واقول له روح بقى سوق العمل، تبدا تمرنه وهو بيدرس من اولى ثانوي. انا عندي المدارس دي باخد مدارس ثانوي من اولى ثانوي وبياخد مرتب كل شهر. المرتب اللي بياخده ده بيخلي والده ما يقولش انا ما عنديش فلوس عشان اصرف على ابني. طب بيوازن ازاي ما بين الدراسه وما بين العمل؟ هو ده النظام التعليمي الالماني. احنا خدناه وطورنا فيه وعرضنا الفكره على الحكومه المصريه، على وزاره التربيه والتعليم، وسلمتنا خمس مدارس في اسكندريه والبحيره. على فكره النظام ده مطبق في الجمهوريه كلها. احنا مش عايزين نخترع العجله من اول وجديد، احنا عايزين نقول ايه اللي موجود ويصلح وناخده نطوره ونمشيه. دلوقتي احنا عندنا 760 طالب كلهم بياخدوا مكافآت، في ولاد فيهم وصلت بتاخد 500 جنيه مكافاه في الشهر وهو في اولى ثانوي. طب والدراسه اهم حاجه الدراسه؟ ما بقول لحضرتك هو ده في اطار دراستهم، هم بيدربوا على المنهج اللي هم بيدرسوه. بيدرس يومين نظري يومين نظري واربعه يطبق اللي خده. زميله اللي في ثانوي عام مش بيشتغل في مجال تاني، هو بيشتغل في نفس المجال اللي هو بيدرسه بس بايديه، يعني بيمارسه فعليا. بص حضرتك بيدرس اول شهرين ده بالنسبه للتعليم الفني، وبعد كده بينزل يكمل في المصانع. بس هقول لحضرتك مثال، عندنا تخصص فندقه. انا ينفع ادخل ولد تخصص فندقه ثانوي فندقي متني يقعد ثانوي فندقي حياته كلها جوه المدرسه وعمره؟ لا طبعا ده لازم يبقى فيه عملي، جزء عملي. لا احنا عندنا العملي بقى اربع ايام والنظري يومين وبياخد كمان مكافاه. عندنا مثلا في تخصص اسمه سكرتاريه طبيه، ده مش موجود في مصر. انتوا واخدين بس المدارس الفنيه مثلا؟ يعني مش ليه؟ المدارس العاديه عشان ابقى فاهم. عارفه ليه؟ لان 66% من طلبه مصر في المدارس التعليم الفني و33% فقط في الثانوي العام، ودي احصائيات لازم واحنا بنطور التعليم نبص عليها. الحاجه الثانيه المهمه، الولد ده بعد ما بيخلص التعليم الفني بتاعه ويخلص النموذج ده من حقه يخش جامعه، يبقى هو دخل زيه زي طالب الثانوي العام بالظبط. بس الفرق انه انا معاه حرفه كمان يستند عليه، يقدر لو حصل له اي ظروف وهو في الجامعه. مجهود، انتوا محتاجين مجهود كبير قوي يعني، ربنا معاكم بجد. طيب يعني برضو ايه المشاريع اللي انتم ناويين تعملوها؟ برضو في مشروع مهم جدا وهو اخلاء العشوائيات او تطوير العشوائيات. لا في جهات تانية بتشتغل عليها. احنا مش عايزين نعمل تضارب، احنا دلوقتي شغالين على مشروع تاني قوي داخل الجامعات المصريه، بنحاول نعمل مجموعات عمل. احنا الحمد لله لنا مجموعات عمل في 8 جامعات مصريه دلوقتي، وعملنا اتفاق مع المجلس الاعلى للجامعات عشان ننشر فكر رياده الاعمال. اللي هو ايه بقى رياده الاعمال؟ ان كل مجموعه شباب تقدر تعمل بروجكت خاص بيها، عمل حر وتقود. ده اللي هيخلي اي حكومه تيجي تقول والله الناس دي شغاله في الصناعه كويس، الناس دي شغاله في التجاره كويس، الناس دي شغاله في التسويق، تستفاد بيهم وتبقى قويه. الاقتصاد الامريكي كله مبني على رياده الاعمال، مش طبعا مبني على الحكومه هي اللي بتدفع. امين الاعلام ومؤسس رابطه مصر عاده، الكاتبه الصحفيه جيهان الشعراوي، ميرسي جدا على وجودك معانا النهارده. والمهندس حسام الحدين مؤسس رابطه بنات مصر، ميرسي جدا على وجودك. والمهندس محمد سامي عضو لجنه المحاضرات ببنات مصر، ميرسي جدا على وجودكم. ويا رب ان شاء الله نشوف بقى مشاريع كتير جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله تساعدوا في ابناء مصر بجد ان شاء الله، رب العالمين. طيب هنخرج لفاصل ونرجع على الفقره اللي جايه وهي الاكسسوارات بطريقه مختلفه جدا عن طريق شنط اليد. نطلع لفاصل ونرجع تاني. جلالتها سعيده والدنيا مش سيعانه،